خاطرك يا أم أولادي غصب عني بدشر بلادي، يا ربي شو صعبي، يا ربي كيف هيك بينسلخ الإنسان عن أرضه، عن وطنه، عن بلده، عن أمه وخيه. على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا، طر يعقوب يترك أرض بيو 20 سنة ما حكي مخيو، ما تعانق مخيو. إجا الوقت يرجع يعقوب على أرض الموعد. أنا أكيد كان قلبه عم بيتمزق، كان عنده حنين يرجع أرض الوطن. بعد 20 سنة الله شاف انه طال الانفصال وصار وقت المعانقة. بعد 20 سنة رجع. كيف رجع؟ كيف كانت ردة فعل خيو؟ شو قال له وقت اللي شافه؟ يا ترى سامحه؟ غفر له؟ أو كان ناطره تينتقم منه؟ هيدا يلي كان مخوف يعقوب، مشان هيك بعت ناس من قبله يمهدوله الطريق وحملن رسايل محبة. رجعوا لعند يعقوب وخبروه إنه عيسو جاي تيستقبله ومعه 400 رجال. يا رب تنجينا. أكيد يعقوب خاف، أكيد فكر إنهم بدون يقتلوه. ولكن يعقوب ركع وصلى تنشوف شو الصلاة يلي قالها. يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي، من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني ويضرب الأمة مع البنين، وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. هيك مبين بهالصلاة إنه يعقوب تعلم يعتمد على الله مش على نفسه. واضح إنه حابب يكون صادق بحياته، بيظهر إنه تخلى عن الغش والخداع للدغري. الغربي 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 بتعلم. فهم يعقوب إنه منه قادر يحمي نفسه بنفسه، تاب وما عاد بده يكرر الأخطاء يلي سقط فيها بالسابق. فهم قيمة نفسه، فهم إنه المواجهة الكبيرة رح تكون مع الله، فهم إنه الموقف أكبر من إمكانياته. نعم، هيدا بالتحديد، هيدا القلق يلي دفعه يطلب مساعدة الله. ليلة يعقوب مش بس ركع وصلى وبعت هدية لخيه، ليلة عمل الله مع يعقوب ماتش مصارعة. نعم،
نعم، بعت له مني صارعه كل الليل حتى طلوع الفجر تراح بالضرب القاطي. ساعتها تغير اسمه من يعقوب إلى أمير الله، وفهم إنه الإنسان قادر يربح وقت يلي بيتخلى عن مقاومته لالله، يعني وقت يلي بيتخلى عن الطريق الرديئة بيربح وقت يلي بيطلب الرحمة من الله. أمير الله، يسوع نفسه هو أمير الله الحقيقي، لأنه حياته كانت صادقة، ولأنه خضع لالله خضوع كامل حتى يحقق الفداء للبشرية. هيدا الملاك يلي تصارع مع يعقوب نسف ضربه على فخده وكسر له ياه، وهيدا يلي خلى يعقوب يضعف بحركة كونغ فو وحدة تلاشت قوة يعقوب. فقد الثقة بذاته، عرف انه وقت الانسان بيكون ضعيف الله بيكون قوته. كان من المستحيل على يعقوب انه ينتصر على اي امر بقوته وحده. يعقوب صار بده من الملاك يلي تصارع معه انه يباركه. اها، عم بطالب يعقوب بامتيازات المنتصر مع انه هو المهزوم. بده يكون حسب الطبيعه الالهيه لهالملاك يلي كان على صوره انسان. نعم، اكتشف هالشي عن طريق القوة المعجزة يلي كسرت له فخده. رفعت يا رفعت، شو فهمت من هالرواية؟ فهمت كتير كتير اشياء. اولا ادرك يعقوب عجزه. ثانيا وقت يلي انتصر الملاك جسديا بالشكل المش متوقع، كان واضح انه الملاك هو يلي سمح ليعقوب ينتصر بالامور الروحيه، وهو يلي عطاه يتعلم الخضوع لالله. وثالثا فهمت انه الله يلي بيعطي الانتصار يلي بيعطيه بيكون مش عن طريق الغش والخداع. الله بيعطي الانتصار عن طريق الصلاة والخضوع. يا رفعت، صاير فهمان منيح مسيرة خلاص البشرية. بهنيك يا رفعت. شكرا. حط لي علامة. قديه بتعطيني يا عشرين؟ بتعرف أصعب شيء الواحد يحاسب حاله، في حدا لازم يحط له علامة، يعني الواحد هو يحط علامة لحاله صعب. يلا تشوف علامة.